كنظن كاين شي حاجه اللي غاليه وكاين شي حاجه اللي غلاوها غير مالين الحوان نتوما حيت كاين واحد الفوضى وحنا كاملين متضررين بزاف. تلقى زياده في الاسعار بدرهم ب10 دراهم ب20 درهم ماشي هو يجي يقولوا لنا وحق الاسعار ارتفعوا. السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ بخير، يعني نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم نهضروا اليوم على بزاف الحوايج. المهم غلاء الاسعار كاين في العالم كامل ياك، ولكن كاين في المغرب مي بزاف اكثر بزاف. كنظن كاين شي حاجه اللي غاليه وكاين شي حاجه اللي غلاوها غير مالين الحوان نتوما مالين الخضره، فهمت؟ حيت كاين واحد الفوضى، ما كاينش تقنين ديال يعني بالنسبه يعني الحانوت، بالنسبه للخضاره، بالنسبه اللي جا كيغلع المواطن مسكين، المواطن الضعيف ديما. المهم ما علينا، المساله اللي كاينه اللي خطيره وهي مساله ديال الشتاء. اخوان خصنا نتبدلوا باش ممكن ربي يرحمنا، حيت هادشي اللي كنشوف راه خطير. الناس راه القلب ديالهم راه ولا بحال الحجر، قلوبنا ولاو بحال الحجر، ما بقينا كنرحموا وما بقات فينا رحمة. على الاقل خصها تكون فينا الرحمه مع بعضياتنا، وكيفاش انت ما فيكش الرحمه وربي غير يرحمنا باش ينزل الشتاء؟ هذا راه شيء خطير جدا خصنا ننتبهوا ليه. والله تبارك وتعالى رب ان ملي كتبقاش في قلب ديال الانسان الرحمه، عرف راه ما يقدرش ينزل الرحمه ديالو. الا نزلها راه غير على قبل البهايم وعلى قبل الحيوانات وعلى قبل الدراري الصغار وعلى قبل بزاف د الحوايج. والله تبارك وتعالى كيقول لك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. وكاين هادشي راه باين، راه قال كاين واحد القريه، كانت واحد القريه راه كفرات بالنعم ديال الله عز وجل. كاينه في القران قال لك وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف لما كانوا يصنعون. فهمتي؟ 7 سنين وما عندهم الجوع والزرع وما كاينوش والشتا ما كتصبش، فراجعوا نفوسنا الخوت، راه حنا قصاحين بزاف والله. اصدقائي فيما يتعلق بموضوع غلاء الاسعار، حتى انا كنضم صوتي لصوت الشعب المغربي اللي متضرر، وحنا كاملين متضررين بزاف بهذا الشيء هذا اللي واقع. دونك كنطالبوا الحكومه الا كان عندها ان بلان تسرعوا لينا، تسرعوا، لان الناس كيموتوا بالجوع، الناس ما بقاوش قادرين على هذا الشيء، الناس ولات كتشفر الخضره، ولات الخضره كتشفر. هذا الشيء هذا يعني كيضر في الخاطر بزاف، وحشومه وعيب اننا نبقاو كنخليو هذا الشيء بحال هكا وكنتفرجوا فيه وما كنديروا حتى شي حاجه. راه عينا، راه حنا كاملين عينا. دونك كنطالبوا الحكومه كما قلت باش يبقى لنا شي حل في اقرب وقت، وشكرا. هذا الموضوع ما خصوش يتكتب ولكن خصو يتهضر عليه، اللي هو بغيت نسول واش حنا كنعيشوا الرفاهيه؟ حيت ملي وليتي كتفيق وكتلقى زياده في الاسعار بدرهم ب10 دراهم ب20 درهم وما كتهضرش عليه، هنا كنقول ان كنظن ان المغرب ادنى الاجور عندنا هو 1000 ولا 1500 دولار. الا كان قل من هادشي راه خاصو يتهضر عليه. حنا ولينا كنسافروا برا كنلقاو مستوى المعيشه ديال المغرب نفس المعيشه ديال دول متقدمه. فين كاين الخلل؟ الحرب في دول اخرى ما شي حاجه ما مبرراش. دونك هنا كنقولوا ان الحكومه مطالبه باش تقول لنا سبب ارتفاع او زياده في الاسعار. نحن كمواطنين مغاربه حقنا نعرفوا علاش تزاد علينا في الاسعار، حيت نهار كنبغيو نصوتوا كنعطيو راينا في احزاب معينه. المشكل ان الحكومه الحاليه عارفه راسها كيفاش ربحت في الانتخابات ودارت خطه باش نجحت في الانتخابات، اللي هي اشنو؟ تحاور مع الشعب، تحاورت في الحملة الانتخابية، وماشي باللغة العربية الفصحى، بالدارجة. علاش؟ باش تقيس الدرويش. وملي كتشدو كراساكم اش كديرو؟ كتقيسو الدرويش. لا هو كتقيسوه ولكن بطريقة اخرى، كتقيسوه في جيبو، كتقيسوه في نفسيتو، كتقيسوه. راه فكروا في الناس. شي انت حتى انت اللي انت كتشوف فيا ما كتهضرش، عندك الحمد لله رزقك، ما تفكرش في راسك، طلع الهاشتاج وفكر في دوك الناس مساكن اللي عايشين 5 في بيت، ياكلوا يشربوا يخلصوا الضو يخلصوا الماء يخلصوا الكرة. اي اش غيديروا بهذيك الفلوس كامله؟ هذيك الفلوس 60 درهم اللي غيدخلها في النهار واش غتعيشوا؟
السلام عليكم، غنكونوا كلكم شفتوا الهاشتاغ ديال لا لغلاء الاسعار بالمغرب، واللي مرفوق كذلك بعض اخبار نفذوها ان الشركات المغربيه ارتفعت وتيره الافلاس ديالها ب 44% في هذه الاونه هذه، نظرا لعدم استقرار الاسواق ولا الاثمنه وكذلك الازمه الاوكرانيه ومخلفات جائحه كورونا. الان المواطن المغربي ملي كيطرح سؤال، الجهه الوحيده المخول لها الاجابه على هذا السؤال طبعا هي الحكومه المغربيه، هي اللي خصها تعطينا اجوبه على الاسئله وتبحث على الحلول. الدور ديال الحكومه ماشي هو الاستنتاج، ماشي هو يجي يقول لنا وحق الاسعار ارتفعوا، والله الا داك الشيء غلا. الحكومه الدور ديالها هي انها تحاول الازمه تمتصها، انها تلقى الحلول، انها تشوف كيفاش ينزلوا الاسعار شي شويه، انها تضمن الاستقرار ديال السوق. وهادشي كامل كيدار ملي كتكون طبعا النوايا ديال الاشتغال وكذلك القدره على التواصل مع المواطن، باش تالي كان خاصو يصبر شي شويه على شي حاجه ولا خاصو يدير شي حاجه يعرف شنو كاين. اذا اللي بيننا وبينكم دابا الان حنا كمواطنين وانتم كحكومه هو انكم تعطونا بعدا الاجوبه، واللي بيننا وبينكم كذلك هو انكم تعرفوا بان المهام ديالكم الاساسيه هي ايجاد الحلول ماشي استنتاج الاشياء ولا وصف الاوضاع. هذاك الشيء خدمه ديال الصحفيين وخدمه ديال المواطنين كاع اللي يقدر هو يقول لك جيبوا كيفاش نقصح. فالان كننتظروا اجابات، كننتظروا ان الناس يدويو معنا، وكننتظروا كذلك حلول تكون شجاعه وقرارات شجاعه باش المغرب يقدر يمر من هذه الازمه. شكرا. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.